ومشاهدينا بنصبح عليكم من جديد. وصلنا للفقرة اللي حكينا عنها الصبح عن كوني مختلفة. اليوم هاي الفقرة بتخص السيدات، ومش غلط طبعا انه الرجال يحضروها ايضا، لكن بدنا نعرف اليوم كيف المرأة لازم تكون مختلفة. قلنا يمكن راح يكون في سلسلة ان شاء الله من هاي الحلقات نعرف كيف ممكن نكون مختلفين. اليوم بدنا نعرف كيف نكون مختلفين مع انفسنا، سواء المرأة العاملة، المتزوجة، الغير متزوجة، ربة المنزل، كيف تفكر بنفسها وكيف تهتم بنفسها وكيف تظهر تكون خلينا نقول راضية عن حالها. اليوم كل هاي التفاصيل راح تكون من خلال طبعا الأستاذة سكينة فرحان، وهي استشارية ومدربة تنمية بشرية وتطوير ذات ومصممة للحقائب التدريبية بطريقة IMAS. صباح الخير. يسعد صباحك. كيفك؟ يعطيك العافيه. يا هلا بك. الله يسعد صباحك. يعني قديش هالموضوع حلو ست سكينه كثير. وانا بدي اقول لك زميله، لانك انت كنت كمان تقدمي بالاذاعه. نعم. بالسعوديه صحيح؟ نعم. طيب هلا كوني مختلفه حكينا عن انها ممكن تكون سلسله من الحلقات للمراه. نعم. لكن اليوم بدنا نحكي للسيدات اللي بيحضرونا كيف يكونوا مختلفين مع انفسهم. احكي لنا شو موضوع الاختلاف هذا. نعم. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد اول صباح. شيء صراحة موضوع المرأة في عليه كثير question mark زي ما بنقولها، وأسئلة. دائما المرأة بتكون في حياتها بس، أو أغلب الناس بدنا نقول عشان ندمج كمان الرجال، إنه أغلب حياتهم بس لقضاء الحاجيات بس، ما في عندهم يعني استمتاع بالحياة. وبكبر الواحد وبكبر أولاده وبيشتغلوا كل حاجة، وبعدين بتصير الأم السيدة حماية وبكبر أولادها، وبعدين بتطلع ورا بتلاقي الحياة مشيت والشيب إجا على شعرها والعمر مضى، والعمر مضى، وبتتحسر بتصير على أيامها السابقة. لكن إحنا هون إن شاء الله في هذه السلسلة اللي حنعملها إن شاء الله بدنا نقول للسيدة كوني مختلفة. كوني مختلفة بأشياء كتير، حنحكي طبعا على أكثر من محور. أول حاجة محور اللي هو كوني مختلفة مع نفسك، هذا أول محور. طبعا تحت كوني مع نفسك في لها أشياء كتيرة، منها أنك تكوني مع نفسك في صحتك، في جمالك، في شكلك، في فكرك، في ثقافتك، في الناحية الاجتماعية هذه، لأنها تكون هي يعني زي ما نقول بالإنجليش be yourself، كوني حالك. نعم. واللي هي اغلب السيدات بتفقد هذا حالها. بالضبط بتفقد هذا الموضوع. صح. نعم. يعني انه استاذ سكينه يمكن انا بدي انوه لشيء، احنا ما بدنا نكون مختلفين من الناحيه الايجابيه، يعني حتى طبعاً ما يفهمونا الاشخاص غلط. لا لا طبعا. وكمان ما بدنا اي امراه عم نحكي طبعا عنها انها تقلل من واجباتها على حساب اشياء اخرى. أكيد طبعاً. لكن احنا بدنا نحكي انه فعلا كل امراه عندها الوقت الكافي انها تقوم بواجباتها اللي مفروضة عليها، سواء ببيتها أو بعملها. وفي وقت، في وقت إنه الإنسان يصفن مع نفسه ويعطي نفسه مساحة. صح. للاهتمام. بتعرفي ستي شو المشكلة؟ المشكلة ما في توازن في الحياة، بس يعني إنه بتفضل جانب وبتلغي الجوانب الأخرى. تمام. يعني المرأة في بيتها ملكة وسيدة وأنثى وأم وزوجة وحفيدة ولا خالة ولا عم، كل هذه. لكن في سيدات للأسف اللي هم بنحكي كنا عنهم إنهم بيمشوا حياتهم بسلسلة رتيبة والطفش والزهق، وإنه حياة مملة لأنهم هم ما نوعوا في الحياة، بس هذه هي المشكلة. أما إذا إحنا إن شاء الله حنتعلم يعني في سلسلتنا إنه كيف تعمل توازن بين هاي الثلاث أشياء، فأنا بقول دائما كوني نفسك أول حاجة، ما تنسي حالك. فاحنا بنقول بنشير لها بإشارة المرسيدس، يعني انه ثلاثة أجزاء أو ثلاث أتلات الوقت تبعك، فخلي ثلث من وقتك لو على الأقل ساعة واحدة أو نص ساعة. الناس نقول الناس اللي عندها يعني ارتباطات كثيرة مثلا، عندها أولاد صغار أو شيء، خلي بس ربع ساعة إلك. إلك يعني معناها إلك لحالك، يعني إنك تحبسي حالك في غرفتك، تهتمي بنفسك، تشوفي أنا مثلا صحتي. طبعا زي ما قلت لك إنه بتمشي وهي مش مهتمة بصحتها، بتصير لما مجرد ما تتزوج بتهمل في جمالها، بتهمل وبتنصح وهاتي عاد عرفتي، فبتهمل بكل شيء، يعني حتى شكلها، شعرها، أظافرها، جسمها، كل التفاصيل وملابسها عرفتي، وبتضلها تقول الأولاد شغلوني ولا. فإحنا بنقول صح،
هذه واجبات أساسية، لكن أنت يعني عرفتي هون اللي إحنا قصدي عنها، بتهمل صاحباتها، بتصير ما مثلا بتنشغل بالأولاد وبالحياة بشكل عام، وبتنسى أنها تستمتع وتضحك مع صاحباتها مثلا. صحيح. فإحنا منقول لا، هون خلي لك جزء إلك لحالك، إحنا استمتعي فيها اجتماعيا. كيف اجتماعيا؟ خلينا نمشي نقطة نقطة. اجتماعيا إنك أنت تخلي لك جزء إني أنا أطلع مع صاحباتي، يعني خارج برا البيت لحالنا من دون أولاد من دون أي حدا تاني، بس نطلع ونعيد ذكرياتنا. مش غلط إني أعمل سياحة لحالي أنا وياهم، ما شاء الله الأردن جميلة جدا. صح. وفيها أماكن كتير رائعة. صح. بس الناس مش شايفتها لكثرة الأعباء عليها. اجتماعيا هذه إني أنا أتذكر مثلا أيام أنا كنت مثلا عند أهلي وأشوف من صاحباتنا وأطلع معهم وهكذا، هذه اجتماعيا. مش ضروري هذا بشكل مستمر. بالضبط. يعني خلينا نقول لو مرة بالأسبوع مرة بالشهر. بالضبط. بس إنك أنت تكوني واعية. بالضبط. لهذا الشيء. بالضبط. مش الأشهر والأيام بتمر بتمر، هذه اللي إحنا بدنا يعني نغيرها. تمام. إن شاء الله اللي هي كوني مختلفة، إنك أنت ما تنسي هذا الجانب. تمام. الجانب الثاني الجانب الصحي، كوني نفسك لجانبك الصحي. جانبك الصحي كيف؟ يعني أحيانا زي ما إحنا قلنا الآن بتتزوج بتصير تهمل مثلا في موضوع الأكل، بتلاقي حالها فجأة إنها سمنت، يبدأ أروح أعمل رجيم، ما بيزبط معي رجيم. صح. لأنه الكيلوات بتكون زادت كتير يعني. طيب المرونة، يعني هذه أبسطها، مرونة الجسم، أي إيدي أي رجيم من هالكلام. 100%. فإحنا منقول كوني نفسك، اعملي لك برنامج لو 3 أيام بالأسبوع على الأقل تمشي نص ساعة. وهلأ الجو بجنن، يعني ما شاء الله الجو لندني زي ما بنقول، عرفتي؟ فبنطلع نمشي نص ساعة لحالك هيك، اطلعي وسبحي ولا. صح. ولا تأملي في الزمان. صح. صفي ذهنك. صح. تماما، هذا كتير بيعطي زي ما بنقولها بوش أب للحياة، دفعة. صح. دفعة للحياة، يعني انك انت بتمشي وبتقولي يعني لازم هيك أعمل حاجة حتى تعيني على المشاكل اللي عندي أو حتى أحل مشاكلي. صح. لأنه زي ما بنقول لو سكت إلكساندرا أعطيتك كاسة المي وضليتك ماسكتيها، صح؟ جربي امسكي كاسة رح أتعب. سكينة حرام عليك. صح. لو خليتك فترة طويلة برضه رح تتعب إيدك. صح. مع إنها كاسة مي. صح. وإحنا هيك أحيانا إحنا بنكون مثل كاسة المي هاي، معبيين هموم ومشاكل وضغوطات والحاجيات والأولاد واجبات كتير. تفاصيل. صح. فإذا ضليتني ماسكتها وأنا ما فضيت اللي فيها بتعب، ما لقي حالي. انه بتلاقي كثير سيدات للاسف اعمارهم صغيره لكن اشكالهم بتبينها كبيره بالست. صح. بسبب هذه. فاحنا شو بنعمل؟ نريح حالنا شوي، بنحط الكاسه شوي، ريح ايدنا وبنرجع نحملها مره ثانيه، وممكن نفضيها. صح. نفضيها. كيف نفضيها بهاي؟ هذه صحيا. بعدين خلينا نقول ثقافيا، اغلب السيدات قديش في كثير ناس كانت تحب تقرا، تحب تروح على السينما، تحب تروح مسرح. مجرد ما تزوجت وصار عندها أولاد لغت هاي الفكرة. إحنا بنقولها لا، يعني إذا مش ثقافة حتى تعطي تستطيع تربي جيلك. صح. لازم تكوني مثقفة. 100%. يعني تخيل إحنا مثلا الجيل أنت شايفتي يعني متسارع. صح. جدا متسارع، يعني إذا ما واكبت العصر وشفتي إيش الحياة كيف بدك تعطي أولادك؟ فاقد الشيء لا يعطي. لا تقولي أولادي مثلا جاهلين أو أولادي كذا، لا، أنت سقفي حالك. ما تقولي ما عندي وقت، لو على الأقل 10 دقائق الصبح 10 دقائق بالمساء هاي صار معك وقت. بتستني موعد دكتور، خلي دفترك ولا كتابك ولا أي إشي، بلاش يعني بديش أقول كتاب معين، كتب كثيرة، يعني على الأقل رواية. صح. قصة. ما تعتمدي المجلات، هي مو ثقافة، هذه ترفيه، لكن إحنا بنقول كتاب. خلي لك تقريبا كل شهرين تخلص كتاب. صدقي انه احيانا بتقول ما معي وقت وشو كتابين او كتاب. غذاء للروح بعدين. كتير. بيعطي ثقه بالنفس. كتير. يعني انت لما تكوني قاعده سواء زي ما تفضلتي مع اولادك او. نعم. مع صحباتك وانطرح مثل هيك موضوع وحكيتي انت فيه، انت لحالك بتحسي انه معنوياتك ارتفعت. كتير. زي ما هلا قبل شوي كنا عم نحكي يمكن عن الشكل والجمال والصحه. صح. كله هذا بيرفع من الثقه بالنفس. أكيد. ومن المعنويات، بيعطيك زي بالضبط. ما قلتي هيك دفعه لها الحياه. طبعا. والصعوبات اللي هي الحياه. صدقي كل الحياة صعبة، ما في إشي سهل، عرفتي كيف؟ لكن مين اللي ينجح في هاي؟ هذه هي اللي بدنا نقول عنها كوني مختلفة. صحيح. كوني مختلفة في كل شيء عن جد، يعني بتخلي الحياة لها طعم حلو، وحتى أنت نفسيا بتشعر أنك أنت ما فقدتي. والجزء اللي إحنا بنحكي هذا التلت في الوقت كله لإلك، متى بتستفيدي منه؟ مو الآن،
تستفيدي لما تكبري. لما تكبري بتقولي اه والله انبسطت في حياتي، ما بتصير تقولي تتحسر على شبابك راحت اللي علي. راح. ايوه لا، إن عمري راح كله على الاولاد وعلى زوجي وعلى الواجبات. وبعدين يعني حالي. في جانب كمان لنفسي اللي هو ايش، مهاري. ايش يعني مهاري؟ مهاري يعني اني اتعلم على مهاره جديده. يعني بديش اقول كل اسبوع ولا كل، هذه طبعا الفاضيه، لكن خليكي كل شهر تعلمي لك شغله جديده. يعني الكمبيوتر يعني في اشياء كثيره، مره تعلمي وورد، مره تعلمي باوربوينت، تعلمي اي حاجه جديده، فوتوشوب تستمتع فيها، عمل الافلام وتستمتع انها تحط صور اولادها وصور عائلتها. صح. شيء جديد، هذه بنقول عنها في الشهر مره. الشهر اللي بعده مثلا تتعلم ديكور، يعني كيف تغير ديكور بيتها. الشهر اللي بعده مثلا كيف هي تعمل مهاره مثلا اعمال فنيه، طبخه جديده يا شيخ، اي حاجه انها تعمل بصمه جديده في حياتها. وهذا احنا بنقول كوني مختلفه لنفسك، عرفتي كيف؟ هذه نفسك، عرفت؟ طبعا احنا هذه سلسله ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. استاذه سكينه، يمكن بدي اطرح نقطه. تفضل. قديش مهم كمان لما عم نحكي كل هذه النقاط بالنسبه للمراه، لما عم تهتم بنفسها وبهذا التلت اللي حكيتي عنه من وقتها لإلها، وبيعطيها هاي الثقه بالنفس والدفعه، وقديش يمكن كثير من الاشخاص ما بيعرفوا انه ممكن كمان تحافظ على بيتها. من هاي الناحيه. نعم. على زوجها، على اطفالها. يعني مش معناته انه الواحد ينسى واجبات، يعني أكيد. ينشغل بواجباته وينسى نفسه، معناته انك عم تحافظي على بيتك، صح؟ ممتاز. هذا التلت الثاني اللي حنحكي عنه. أوكي. لانه احنا قلنا لحياتك او يومك، بدنا نقول اليوم ال 24 ساعه مثل اشاره المرسيدس. اشاره المرسيدس فيها ثلاث اتلات، صح؟ التلت احنا قلنا لنفسك، واحنا تكلمنا يعني، وان شاء الله المرات الجايه حاحكي بالتفصيل إن شاء الله. اكثر. التلت الثاني للمجتمع. المجتمع ايش هو؟ المجتمع في عندك اولادك اللي هم الاساس، وزوجك، اسرتك، هذا المجتمع، صاحباتك، قرايبك، قرايب زوجك، وهكذا يعني طبعا، والاصحاب والمعارف. لكن ما حننسى طبعا الاولاد والزوج، هذا من المجتمع. كثير في سيدات لو بدنا نقول نحن طبعا كوني مختلفة، انهم لما بتتزوج بتنشغل في التنظيف، في الطبخة، في الترتيب والتدريس وخلاص. صح. وبتعتبر حالها والله انا ايش يعني استمتعت باولادي. لا، بالعكس، انت هنا اسأتي لاولادك قبل كل شيء. الاكل والشرب والاشياء هذه حاجيات، زي ما قلت في اول. صح. البرنامج انه احنا بس اشباع حاجيات، هذه مش واجب، مش استمتاع. فاحنا بنقول مع أولادك اقرأي قصة، شوفي حدث وتكلمي عنه، افتح التلفزيون انت وياهم، احضر فيلم ونتناقش انت وياهم في هذا الفيلم، اطلع انت وياهم على سينما، اطلع انت وياهم تلعبوا بالملاهي. صح. مش غلط، هذا بيعطيك انت حتى جو جميل انه اني انا لساتني في عندي روح الشباب. لزوجي كمان نفس الشيء. الزوج يعني كثير في ازواج يعني احنا بنقول الحياه الزوجيه بتكون بالبدايه رومانسيه، بعدين تفقد جمالها، وبصير الرجل مع الاولاد انه بده يشوف وحده ثانيه عشان يعني هذه للاولاد. صح. فاحنا هون لانه ما في مواضيع مشتركه. بالضبط. كمان لانه بالضبط. هي يمكن وقفت ثقافتها. بالضبط. لمرحله معينه، وقفت حياتها الاجتماعيه. بالضبط. زي ما قلت يمكن تخنت كثير، فبتستحي تطلع على المجتمع. بالضبط. يمكن. بالضبط. هو بيستحي كمان بانه بقولها دائما اهتمي بصحتك، اهتمي بنفسك. وغير هيك يعني ما في اهتمامات مشتركه. صحيح. تركته لحاله وهي لحالها وبتقول يلا خليه، لا ما بزبط. صح. يعني هو احنا بنقول دائما الزوج ركن جميل في الحياة، وليس كل الحياة، هو ركن حلو. صحيح. أني أنا أستمتع في هذا، وإني أنا أعطيه فرصة أنه برضه هو يستمتع، مش أضلني حاصرته. صح. 100% يعني جميل أنه تحافظي على نفسك وتهتمي بنفسك. طبعا. وسعيتها كل إشي بالحياة حلو رح يجيكي. زي ما قلنا يمكن أنا مضطرة أني أنا أختم، لكن كانت جملة كتير حلوة أنه حبي حالك. صح. واهتمي بحالك، لأنه ساعتها رح تحبي الكل. كل الأشخاص اللي حواليك، من زوج ومن أولاد ومن مجتمع. إن شاء الله سكينة يعني الحديث
الحديث معك لا يمل. ان شاء الله رح نتحدث عن الموضوع بشكل مفصل في الحلقات القادمه. كل الاشخاص يحضرونا عشان نعرف كيف نكون مختلفين وفاعلين في المجتمع. شكرا لك استاذه سكينه فرحان. انا سعيده كثير تسلمي. وانا كمان يسعد يومكم. شكرا. ان شاء الله. ومشاهدينا فاصل قصير ونرجع نكمل مشوارنا الصباحي معكم، خليكم معنا.